وإيجاد مساحته. شباب، هاي المحاضرة طالعة عندكم هسه؟ نعم دكتور، طبعا حتى أطلع أنا مساحة قطعة أرض، يعني سواء على الخارطة سواء بالموقع، فهنا أنا أكو عندي قوانين لإيجاد هذه المساحة. أما أنه نقسمه، أو هنا خلينا نشوف شو المكتوب، طرق حساب المساحات من المخطط. مثلا إذا عندك خارطة أو مخطط، شلون نحسب هاي المساحة؟ أولا باستخدام جهاز الدايناميتر. اثنين، تقسيم المخطط إلى أشكال منتظمة وحسب مساحة هذه الأشكال وتجميعها. جهاز الدايناميتر هذا نشوفه بالشكل أي، هذا نخليه. احنا عندنا بالمختبر هذا كل سنة مشان الدوام حضوري، عندنا محاضرة ناخذها بالمختبر للشكل اللي احنا مشتغلينه بالموقع، رسمه خارطة يعني على ورق خلينا نقول. وبالمختبر احنا نستخدم هذا الجهاز. هذا الجهاز هو نفس المبدأ لكن مو نفس هذا الشكل، هناك الأسئلة تصير ذراع طويل هنا نشتغل عليه. جهاز دايناميتر هنا نبيع عدادات، هنا راح نطلع ثابت الجهاز، وبعدين من خلال العدادات راح نطلع المحيط، ومن عنده نطلع المساحة. أو تقسيم المخطط إلى أشكال منتظمة وحساب مساحة هذه الأشكال وتجميع. مثل المخطط هسه عندنا هنا هذا، مثل عندنا المضلع A B C D E F، هذا المضلع بهالشكل هذا هو شكله، ما أقدر أنا أطلع عندي مساحته، لكن من أقسمه إلى مثلثات أو أشباه المنحرفات راح أقدر أطلع مساحته. ليش؟ يعني عندي قانون المساحة نصف القاعدة بالارتفاع، أو قانون شبه المنحرف، أو قانون المستطيل، أو قانون المربع، أو قانون الدائرة، راح من حولته إلى أشكال منتظمة أقدر أطلع مساحات. بالتالي هسه إذا نشوف الجزء هذا من A B C D، هذا الضلع B D هو الضلع الأفقي، هذا الارتفاع العمودي من نقطة A على هذا الضلع اللي هو H1، وهذا الارتفاع العمودي الثاني H2، فبالتالي أقدر أطلع مساحة هذا الجزء زائد مساحة هذا الجزء. مساحة هذا الجزء شو يساوي؟ نصف القاعدة بالارتفاع، وهذا هنا نصف القاعدة بالارتفاع. من نجمعهم هنا هذا التجميع مالتهم A يساوي نصف ال BD في ال H1 زائد ال H2، طلعت مساحة هذا الجزء. نفس الحالة هنا نصف ال DF في ال H3 زائد ال H4، عبارة عن تجميع مساحات للمثلثات. هنا انتبه لنقاط، اكو هواي شباب تغفل عن هاي النقاط. هنا الارتفاع شو يكون؟ هو الارتفاع العمودي، هذا هو يكون الارتفاع العمودي، ما يكون يعني اي ارتفاع. انا اخذ مثلا عندي جهاز فيودلايت، هو جهاز فيودلايت يقول لي القراءه 90 ناقص القراءه اللي يعطيني الزاويه الراسيه، فمو اطرح قراءه من قراءه. فبالتالي هنا ننتبه هسه، انا اذا اريد اقسمها لازم اطلع الارتفاع العمودي. الارتفاع العمودي شلون نطلعه؟ استخدمنا طريقه انه مثلث متساوي الساقين، هاي جاي احكي انا بالموقع، انه هنا أنا خلينا الشريط وحركنا رسمنا قوس، وهاي الجهه وهاي الجهه نسقنا المسافه، ثبتنا نقطه منتصف يعني الاكس على 2، صار هذا هو الارتفاع العمودي. افتح الشريط اقيس هاي المسافه حصلت على H1، نفس الحاله بالنسبه لبقيه الارتفاعات طلعت المساحه. هذا بالموقع، بالخارطة نفس الحالة باستخدام عندنا الفرجات. فهنا صارت عندنا طرق حساب المساحات من المخطط عرفناها، جهاز الدايناميتر، من تقسيم المخطط إلى أشكال منتظمة وحساب مساحة هذه الأشكال، بعدين نجمعهم يعني. فقرة ثانية، طرق حساب المساحة المظلة حقليا بالموقع بالشغل مالتك، يعني بالمختبر خلينا نقول بالملعب. احنا كنا مشان اكو وقت بالمختبر هذا تاخذونه كعمل وتقسمونه وتطلعون المساحات إلى بهذه الطرق الثلاثة. بعد نشوف الوقت الكورس هذا والله كريم. طرق حساب المساحة المظلة حقليا، أولا تقسيم قطعة الأرض المظلة إلى مثلثات وحساب مساحة المثلثات وتجميعها. راح نشوف المثلثات عندنا ثلاث قوانين هنا، نحسبها ونسوي مقارنة بيناتهم. طبعا هذا بالتقدير راح يكون بالشكل هذا. الفقرة الثانية، إيجاد المساحة من معرفة إحداثيات رؤوس المظلة. الطريقة الثالثة، إيجاد المساحة من ضعف الإحداث السيني والمسقط الرأسي لكل ضلع من الأضلاع. راح نجيهم واحدة واحدة. هسه طرق حساب مساحة المثلث، عندنا هنا فرضا هذا المثلث، هذا ضلع A، هذا ضلع B، هذا ضلع C، هاي الزاوية ما بين A و B، ثيتا، الارتفاع العمودي، هنا راح يكون H. إذا كان معلوم طول
القاعدة والارتفاع، يعني معلوم قيمة C ومعلوم قيمة H، فهنا الـ A شو يساوي المساحة؟ نصف القاعدة في الارتفاع أو 0.5 في الـ H في C. طلعنا هنا مساحة هذا المثلث من أطوال الأضلاع الثلاثة وحساب المحيط، قانون المحيط نسميه. الـ A يساوي جذر الـ S، نفتح قوس الـ S نطرح من عنده A في الـ S ناقص الـ B في الـ S ناقص الـ C. الـ S يمثل لي نصف المحيط، الـ A زائد الـ B زائد الـ C على 2. إذا كان من طوله مستقيمين وزاوية محصورة بينهما، يعني إذا كان المعلوم طول هذا الخط المستقيم فرضا والخط المستقيم C والزاوية اللي بيناتهم، نقدر نطلع مساحة هذا المثلث A يساوي 0.5 في الضلع الأول في الضلع الثاني في ساين الزاوية المحصورة بيناتهم. هسه أنا صار عندي ثلاث قوانين لحساب المساحة المثلث. شنو المتوفر من معلومات من داتا تفيدني بالقانون الأول أحسبها، بالقانون الثاني أحسبها، بالقانون الثالث أحسبها. عادة احنا من كنا نشتغل نطلعها بالقوانين ثلاثة، لان هي اضلاع نقيسهم باستخدام الشريط هنا والزاوية هنا نحسبها والارتفاع العمودي نحسبها، صار كلها متوفرة فنقدر هنا نحسبهم ونسوي مقارنة بيناتهم. خلنا تقسيم قطعة الارض الى مثلثات وحساب مساحة المثلث. الطريقة الثانية ايجاد المساحة من معرفة احداثيات رؤوس المظلة. هسه خلينا نعرف شنو هو الاحداثي اول مره، خلينا تصير عندنا معلومه عن الاحداثيات. طريقه الاحداثيات هنا الاحداث الراسي هذا الصادي، يعني نسميه هو الميريديان، والاحداثي الافقي اللي هو السيني راح نسميه الباراليل. فاحداثي نقطه اي، هذه نقطه اي اريد اطلع لها الاحداثي السيني والاحداث الصادي. فالإحداث السيني لنقطة A هو بعد هذه النقطة عن المحور الرأسي عن الميريديان، فصارت هاي المسافة من هنا هاي نسميها ميريديان ديستانس، وهي تابعة للنقطة A فصارت MA، يعني الإحداثي السيني لنقطة A. الإحداثي الصادي لنقطة A هو البارالل ديستانس، يعني المسافة من النقطة إلى المحور الأفقي اللي هو البارالل، صارت هي PA. فصارت إحداثيات نقطة A هي الـ MA والـ PA. بس عرفنا شنو الإحداثيات، إحداثيات بعد نقطة عن المحور، إذا كان عن المحور الرأسي فهو إحداثي سيني، وعن المحور الأفقي فهو الإحداثي الصادي. المحور الرأسي سميناه بعد ميريديان، والمحور الأفقي هو البارال. نفس الحالة نقطة B، الـ MB هو الإحداثي السيني لنقطة B، الـ PB هو الإحداثي الصادي لنقطة B. هاي الإحداثيات راح نعرف شلون نوظفها هنا حتى نوجد مساحة مظلة. فرضا هنا طرق حساب المساحات بواسطة الإحداثيات، هذا المظلة اللي هو عندنا A B C D E، هو عبارة عن إيجاد مساحات أشباه المنحرفات المتكونة من مساقط الأضلاع على أحد الإحداثيات. هذا طبعا هو بدايته 2 اريا لهذا المضلع من خلال هذه المساحات، بعدين نجمعها. هذا اشتقاق مطول، احنا هنا مختصرينه وماخذين الخلاصه مالته اللي هو هذا بالكتاب موجود بشكل مفصل، اللي يريد يشوفه اللي يريد يقراه بشكل مفصل هو هذا الاشتقاق، لكن هنا احنا ماخذين الخلاصه كقانون حتى نحسب من عنده المساحه. فبالتالي صارت عندي هنا خلينا الاحداثيات السينيه فوق والإحداثيات الصادية جوا، هاي جاي شوف مثلا الإحداث السيني لنقطة A هذا هو MA على الإحداث الصادي لنقطة A اللي هو PA. الإحداث السيني لنقطة B هذه كان نشوف الـ MB، والإحداث الصادي لنقطة B هو PB. الإحداث السيني لنقطة C إلى آخره، فبالتالي ترتيبنا راح يكون بالشكل هذا. نرتب هالشكل هذا، النقطة اللي أبدي من عندها هسه بدينا في نقطة A يجب أن نرجع لها، هذه نغلق المضلع بها. مو واحد يشتبه، هو الشباب يشتبهون أنه ما يغلق هذا المضلع. النقطة اللي بديت من عندها MA تغلقها في نقطة A، فرضا بديت من نقطة B أيضا تنتهي في نقطة B أيا كانت النقطة البادية من عندها. نشوف بدينا من نقطة A ننتهي في نقطة A. بعدين شو نسوي هنا؟ الغاية من عندها نطلع المساحة. المساحة هنا شو تساوي؟ هنا جزء ما كافينها لكن بالحل موجودة
اثنين اي يعني الدبل اريا شو يساوي؟ الفرق ما بين حاصل جمع، الفرق ما بين حاصل جمع ضرب الارقام او ضرب الاعداد الموصوله بخط غير متقطع ناقص حاصل جمع الاعداد الموصوله بالخط المتقطع. يعني شنو؟ يعني 2 اي راح يساوي الام اي في البي بي زائد الام بي في البي سي زائد الام سي في البي دي زائد الام دي في البي اي زائد الام اي في البي اي. خلاص هذا الجزء نخلي إشارة ناقص تفتح قوس كبير ناقص ترجع بي اي في اي ناقص مضروب في الام بي زائد البي بي مضروب في الام سي زائد البي سي مضروب في الام دي زائد البي اي مضروب في الام اي الى اخر. ايش راح ينتج عندي؟ راح نحصل يعني صارت عباره عن ارقام، هاي الارقام طلع قيمتها، لكن قيمتها ايش راح يساوي؟ 2 اي 2 يعني ضعف المساحه، نقسمها على 2 راح تعطيني المساحه. راح نشوفها بهذا المثال. احسب مساحه المضلع اي بي سي دي اي اف. هذا المضلع معطيني اياه المبينه احداثيات رؤوسه في الجدول التالي، هذا اي بي سي دي اي اف، هاي احداثياته، هاي الام، هاي المريديان ديستانس بالمتر، وهذه عندي البارالل بالمتر. فجينا نرتبهم، هاي الصيغه مالتنا ام اي على البي اي، الام بي على البي بي الى اخره. بدينا كم نقطة عندنا؟ واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هذول اللي جاي نشوفهم، هاي نقطة أي، هاي بي، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، والنقطة الأخيرة هي نكررها، هي النقطة الأولى نعيد. هذا أسلوب الحل. الإحداث السيني على نقطة أي، على الإحداث الصادي لنقطة بي، نقطة أي، وهنا الإحداث السيني لنقطة بي، على الإحداث الصادي لنقطة بي لنفس النقطة، فنجي نرتب الأرقام. أم أي شو يساوي؟ يساوي 50، هاي ال 50 خليناهم هنا. بي اي شو يساوي؟ 40، هذه ال 40. الام بي شو يساوي؟ سالب 60، هاي سالب 60. بي بي يساوي 80، هاي 80. بالبدايه رتبهم، طبعا كل واحد باشارته، جاي نشوف هنا هذا اشارته سالبه، هذا اشارته موجبه، كل واحد باشارته. هذا خليناهم للتوضيح، هذا خط مستقيم، هذا خط منقط. نطبق القانون، واتمنى يعني اللي يحل يكتب القوانين حتى هنا تصير عنده معلومه، حتى ما يصير عنده ارباك او خطا. اثنين شباب من تدرسون يعني المعلومه اللي شفناها بالحضوري، يعني صح المساحه كان الكتروني لكن بالحضوري، انه من تقرا لا تقرا انه كامتحان اوبن بوك، بس انت من تقرا يومي وشلون ترتب دراستك، لا تقرا الامتحان كانه اوبن بوك. يعني هنا نخلي بالك هو الامتحان حضوري، نخلي بالك هيك حتى هنا راح تحفظ قانون، تحفظ معلومه، تحفظ فقره، يعني ما راح ترجع للملزمه او المحاضرات وتشيك هاي الفقره شلون صارت، لا انت حافظها او دارسها بشكل جيد، فهنا تضل ببالك حتى انت من يصير امتحان احنا ما نعرف الاوضاع يجوز ترجع حضوري، حتى لا يصير لان هواي شفنا شباب يعني يسلم الدفتر ابيض، يعني حتى القانون هو ما حافظه، هذا مو شيء صحيح، هو انت تحفظ القوانين، تحفظ خطوات الحل، تحفظ التسلسل، يعني يجوز حتى بالحل يعني هنا تفيدك حتى اذا ما اجى الحل بشكل اكزاكت او مضبوط تحصلك الدرجه هاي. فمثل ما قلت لكم تخلون ببالكم انه الامتحانات يعني مو سواء ماده المساحه كلها واللي شفناه هو غير ماده المساحه، انه تقرا انه الامتحان مو اوبن بوك، تحفظ القانون، تحفظ الصيغه، شلون تتعامل ويا السؤال، يعني هاي التمارين تحفظها سواء امثله او تمارين او حلول كتاب او غيره. بالنسبه ما دام طرقنا، بالنسبه اليوم انا ما راح اسالكم لان اول محاضره، المحاضره الجايه تقرون شباب نفس الاسلوب السابق وجزء ما اكدنا عليه هو بالكورس الاول، تقرون المحاضره الجايه هنا اسالكم واحد واحد بها واخلي عليها درجات بشكل مفصل، واتمنى يعني ما تنسون هذا الشيء. هسه نرجع هنا مثل ما ذكرنا القانون يعطيني 2 اي، هذه 2 اي 50، هسه بعد نطبق هنا 50 في 80، هاي 50 في 80 زائد سالب 60 في سالب 70، هاي سالب 60 في سالب 70 زائد سالب 100 في سالب 30، هاي سالب 100 في سالب 30 زائد سالب 40 في سالب 70، هاي سالب 40 في سالب 70 زائد
50 في سالب 20 هذه زائد 60 في 40 هاي زائد. انتبه هنا كل واحد بإشارته. ناقص قلنا هم الفرق ما بين مجموع ناقص فتحنا هذا القوس الكبير نبدي الجزء الثاني اللي هو 40 في سالب 60 هذا راح تكون 40 في سالب 60 زائد 80 في سالب 100 هاي 80 في سالب 100 زائد سالب 70 في سالب 40 هذه الى اخره اسد القوس هذه ممسوحه هنا اوكي فانتبه هنا هاي الناقص تدخل على القوس كله هذا بعد ما افتح القوس الكبير طلعت انه ضعف المساحه 29700 هي ضعف المساحه اقسمها على 2 يطلع 14850 متر مربع هو هذا هو المطلوب هسه الطلاب وين تشتبه الفقره اللي ركز عليها ركز عليها اشتبه هنا يخليها ضعف المساحه ما راح اقسمها على 2 وارجو انه تكتبونها ملاحظه يمكم انه هذه القانون يعطيني ضعف المساحه فبالتالي ارجع اقسمهم على 2 لان جزء يكون مرات اسئله احنا جايبينها تسوي مقارنه فهو هنا ما مقسمها على 2 ويرجع يطلعها بطريقه ثانيه راح يصير عليها هوسه راح تجي عليه الحل فبالتالي هنا الملاحظه الاولى هنا تعطيني ضعف المساحه والملاحظه الثانيه النقطه اللي ابدي من عندها انتهي من عندها واضحه هنا شباب اكو واحده سؤال سؤال معلومة ماكو؟ لا عفوا دكتور بس هذا الرقم الممسوح شنو هذا؟ الرقم الممسوح سالب 20 في 50 هو هذا يعني جايتنا سالب 20 اللي هذا في 50 اللي هو في 50 وسادين القوس هاي هسه انا مكتوبة 50 قوس صغير قوس كبير. تمام دكتور. هسه عندنا طريقة الثالثة لحساب المساحات طريقة حساب المساحات بواسطة دبل ميريديان ديستانس يعني ضعف الإحداثي السيني واللاتيتيود اللي هو المسقط الرأسي المن المسقط الرأسي خلينا نشوف عندنا الخط المستقيم أي بي هذا هو الخط المستقيم راح نتفق أنه المسقط الرأسي مالته اللي هو هذا المسقط الرأسي راح نسميه لاتيتيود والمسقط الأفقي مالته اللي هو هذا راح نسميه ديبارتشر هذا ديبارتشر وهنا عندنا هنا لاتيتيود هسه اذا نشوف شنو اللي يقصد هنا بالاحداث السيني المستقيم يعني ميريديان ديستانس هو الاحداث السيني لنقطه منتصف المستقيم هذه يعني اذا كان هذا الاحداث السيني لنقطه اي هو الام اي لنقطه بي هو الام بي لكن إحداث السيني للخط المستقيم هي النقطة الواقعة في منتصف الخط المستقيم، يعني هنا ايش راح تكون للسين. فبالتالي الإحداث السيني اللي هو الام تي يساوي الام اي زائد الام بي على 2 معدلهم، هذه زائد هذه على 2 معدلهم. هاي الاثنين إذا أضربها هنا في 2 يعني حتى تكنسل هاي الاثنين، فايش راح يصير عندي؟ الام تي من ضرب في 2 صار ضعف فسميناه دبل ميريديان ديستانس. اللي هو ضعف الإحداث السيني هو عبارة عن الإحداث السيني لبداية المستقيم زائد الإحداث السيني لنهاية المستقيم هاي جاي نشوف هنا الام اي زائد الام بالتالي هسه صار عندي معلومة انه ضعف الإحداث السيني للضلع هو يساوي الإحداث السيني لبداية الضلع زائد الإحداث السيني لنهاية الضلع هذا هو ضعف الإحداث السيني اوكي الإحداثي من يقول لنا الإحداث السيني لخط مستقيم هو الإحداث السيني لنقطة واقعة في منتصف الخط المستقيم مثل ما تشوف يا ناس هسه صار عندي معلومة وهذا المطلوب ضعف الإحداث السيني لخط مستقيم هو الإحداث السيني لبداية المستقيم زائد الإحداث السيني لنهاية المستقيم وين راح نستفاد من عندنا هنا؟ راح نشوف عندنا هنا هذا الخط المستقيم AB اللي هو طوله R اصنع لي زاوية اللي هي راح تكون الفا هذه المسقط الافقي ديبارتشر هذا المسقط الرأسي لاتيتيود فهنا حتى اطلع قيمة الديبارتشر راح تجينا اسئلة او جايتنا اسئلة وتمارين وامثلة انه نحسب الديبارتشر شلون احسب الديبارتشر هنا قانونها واضح راح نشوف هنا الديبارتشر راح يساوي طول الضلع في ساين الزاوية اوكي اللاتيتيود راح يساوي طول الضلع في كوساين الزاويه. هذه جاي نشوفها هاي الزاويه.
هاي زاوية شو يسمونها؟ يسمونها زاوية البيرنج، بيرنج انجل. فالالفا هي البيرنج انجل. زين هي البيرنج احنا ماخذينها فصل اتجاهات تتحدد قيمتها او اشارتها بالربع اللي واقعة دي، فاما تكون موجبة اما يكون سالبة، وهي تأثيرها وين راح يكون؟ تأثيرها على الديبارتشر وعلى اللاتيتيود. فنشوف هنا أنا. اذا كان بالربع الاول هذا الربع اللي جاي نشوفه نور ساب ايست ويست، بالربع الاول فاللاتيتيود اشارته ايش راح تكون؟ موجبة، والديبارتشر ايش راح يكون؟ موجب. اذا كان الخط المستقيم يعني هذا اي بي واقع بالربع الثاني فاللاتيتيود ايش راح يكون؟ سالب، والديبارتشر ايش راح يكون؟ موجب. اذا كان بالربع الثالث اللاتيتيود سالب والديبارتشر سالب، بالربع الرابع اللاتيتيود موجب والديبارتشر سالب. اذا صار هنا لازم نركز، نركز بفقرتين، فقرتين الفقره الاولى شلون احسب الديبارتشر واللاتيتيود؟ انه يساوي ال ساين الفا والال في كوساين الالفا، ال هو طول الخط المستقيم اللي هو اي بي، قيمه الالفا هي البيرنج انجل وموقعها بالنسبه للربع ياثر على اشاره اللاتيتيود والديبارتشر اللي راح نعرف بعدين شلون نصحح هذا اللاتيتيود والديبارتشر. لان يعني من المفترض للمضلع المغلق سميشن لاتيتيود يساوي صفر وسميشن ديبارتشر يساوي صفر، فهنا اذا خطات باشاره واحده ابد ما راح يصير عندك صفر، يعني الحل يصير في غلط وليس خطا. فهنا انتبه، هنا عندنا مثل ما ذكرنا دول القوانينين نحفظهم او السيفتين، وانتبه الى انه موقع الضلع باي ربع وتاثيره على الاشاره. هنا عندنا هو المسقط الراسي والافقي للضلع، ديبارتشر هو المسقط الافقي، اللاتيود هو المسقط الراسي. هسه عرفنا دبل ميريديان ديستانس، عرفنا اللاتيود وعرفنا الديبارتشر، هسه خلينا نوظفهم، يعني ان شو هو العلاقه اللي راح تربطهم حتى نوظفهم قانون يطلع لنا المساحه. هنا يذكر لي العلاقه بين ضعف الاحداث السيني اللي هو دبل ميريديان ديستانس والمسقط الافقي للضلع الديبارتشر. هنا هذا موجود رسم واشتقاق موجود بالكتاب. هنا يفرض انه اذا كان رؤوس احد المضلع هنا راح يكون مار بالمحور الراسي بالميريديان، فهنا راح تخضع لهاي القوانين. اذا تحبون تشوفونه موجود بالكتاب الرسم وتفاصيل الرسم. فاذا مر هذا المحور الافقي الراسي باحد نقاط اللي موجوده بالمضلع او احد نقاط المضلع، فهنا راح اقدر استفاد بانه الدبل ميريديان ديستانس راح تولد عدة قوانين، هاي راح اشتغل عليها. دبل ميريديان ديستانس للضلع الاول راح يساوي المسقط الافقي للضلع الاول، يعني دبل ميريديان ديستانس 1 راح يساوي ديبارتشر 1 لاي ضلع، يعني اللي بعده الثاني والثالث والرابع. الدبل ميريديان ديستانس راح يساوي مجموع المسقط الافقي، يعني هنا الديبارتشر للضلع السابق وضعف الاحداث السيني للضلع السابق زائد المسقط الافقي للضلع نفسه. الاخير احنا هذه الاضلاع كلها نطلعها باستخدام هذا القانون، يعني الضلع الاول باستخدام هذا القانون الاول، بقيه جميع الاضلاع نستخدم هذا القانون، وهذا القانون الاخير نستخدمه للتشيك حتى خاف عندنا خطا نرجع نعدل. بالنسبه للضلع الاخير الدبل ميريديان ديستانس من المسقط الافقي للضلع الاخير تعكس الاشاره، يعني بعكس الاشاره، هو الناتج يطلع بعكس الاشاره. يعني شلون؟ نشوف هنا بالنسبه للضلع الاول دبل ميريديان ديستانس للضلع الاول يساوي ديبارتشر للضلع الاول. شنو المقصود بها؟ ضعف الاحداثي السيني للضلع الاول يساوي المسقط الافقي للضلع الاول. الاضلاع الوسطيه دبل ميريديان ديستانس للضلع الثاني يساوي ديبارتشر مالت الضلع الاول زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع الاول زائد الديبارتشر مالت الضلع نفسه. الضلع الثالث، الرابع، الخامس، الاخير نفس الحاله. شلون نشيك؟ اوتوماتيكيا راح تشوفون بالمثال شلون راح نشيك. دبل ميريديان ديستانس للضلع الاخير لازم يساوي سالب ديبارتشر لنفس الضلع. يعني سالب ديبارتشر، انتبه له بإشارة سالب. هسه احنا ربطنا ما بين الاحداث السيني والديبارتشر، عرفنا اللاتيود وعرفنا الديبارتشر حتى نوصل للقانون. القانون هنا دبل اريا، انتبه هنا راح تعطيني اثنين اي عباره عن تجميع سميشن دبل
ميريديان ديستانس مضروب باللاتيتود، دبل ميريديان ديستانس لكل ضلع مثلا ضلع اي بي في المسقط الرأسي مادة. الآن نشوف هسه هذا المضلع اي دي سي دي، هذا إذا أريد أطبق القانون يعني طلب من عندي حساب المساحات بهذه الطريقة، فهنا دبل أريا 2A شو راح يساوي؟ دبل ميريديان ديستانس للضلع أي بي، هذا الضلع هو أي بي، في اللاتيتيود مال الضلع نفسيته اللي هو أي بي، زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع بي سي باللاتيتيود مالت بي سي، زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع سي دي باللاتيتيود مالت سي، زائد دبل ميريديان ديستانس ضلع دي اي في اللاتيتود مالت دي اي. هذه هنا طلعنا ضعف المساحه، بعدين نقسمها على 2 حتى نطلع قيمه اي. هنا هذه معطيني الاشارات، هذا ضلع واقع بالربع الاول، هنا اللاتيتيود يكون موجب والديبارشر يكون موجب، هنا بالربع الثاني هنا الديبارشر راح يكون موجب واللاتيتيود راح يكون سالب الى اخره. هنا الاشارات، هنا كل واحد ناخذ بإشارته سواء كانت موجبه او كانت سالب. هسه راح نبلش انه بالمثال. فعادة هنا نطبق هذا القانون يعطيني ضعف المساحة سمويش دبل ميريديان ديستانس واللاتيتيود. اكو اسئلة تجينا انه لازم نحسب اللاتيتيود والديبارشر، شلون نحسبها؟ عندنا قوانين ال كوساين ال ساين، الزاوية تعطيني ديبارشر وتعطيني اللاتيتيود. اغلب الاسئلة وكل الاسئلة دبل ميريديان ديستانس نحسبها، شلون نحسبها؟ نحسبها من خلال ذولي الثلاث قوانين، القانونين والقانون الاخير للتشكيك. هذا عندنا سؤال، طبعا هي هاي هذا السؤال هو او مثال موجود عندنا بالكتاب. من المعلومات المبينه في الجدول التالي احسب مساحه المضلع اي بي سي دي اي بطريقه ما ذاك الطريقه ضعف الاحداث السيني والمسقط الراسي. هاي معلومات، هذا هو الجدول، معطيني الضلع اي بي بي سي سي دي الى اخره. الاي بي معطيني اللاتيود، هنا ما راح احسبه، هو حاسبه معطيني اياه، معطيني الديبارشر، معطيني نور، معطيني ساو، هذا يعني طلع اي بي، هنا المسقط الراسي مالته وين واقع؟ بالنورث يعني بالربع الاول، والمسقط الافقي ايضا هنا بالربع الاول اللي هنا، فهنا شو تاثر هاي الاشاره نورث واس؟ راح تكون الاشارات موجبه، يعني اللاتيتيود اذا كان بالنورث اشارته راح تكون موجبه، بالساوث راح تكون سالبه، الديبارشر بالاس راح تكون موجبة، بالويست راح تكون سالبة، حفظوها شباب هاي. اللاتيتيود بالنورث راح تكون موجبة، بالساوث سالبة، الديبارشر بالايست موجبة، بالويست سالبة. راح نشوفها شو راح تأثر على الحل. حتى أبلش أحل أكتب هذا القانون، وأتمنى الحل يكون متسلسل، مرات هنا الكتاب يكتب لنا شغلات مختصرة أو يعني يحس أنها واضحة لأنه موضحها بالشرح. حتى ننتحل اتمنى انه مثل هيش قانون تكتبه مثل الخطوه اللي بها اكثر من مره، يعني عده خطوات بها قانون واحد يكتبه ولو مره واحده يعني ما في مشكله. فانت اكتب القانون بالبدايه دبل اريا تو تكتب 2a يساوي سمشن دبل ميريديان ديستانس في اللاتيتيود. فانت ايش راح تقول؟ تقول لاتيتيود موجود فيراد احسب الدبل ميريديان ديستانس، هسه خطوات حق طبيعيه لان هو شباب نشوفهم يعني هو يتيه تيه يعني ما يعرف شلون يبدي الحل. هسه هو انتبه هسه هي كطريقه حل، اذا اريد ابدي احل يعني هو ايش كاتب لي طريقه؟ طريقه ضعف الاحداث السيني والمسقط الراسي. هسه على الاقل اجيب القانون اكتبه هذا بالبدايه 2 اريا او دبل اريا يساوي سميشن دبل ميريديان ديستانس باللاتيتيود. لاتيتيود موجود، هذا موجود. اوكي. دبل ميريديان ديستانس لازم اطلعه، عندي قانونين وقانون الثالث للتشكيك. هذه هي القوانين، هذه المفروض أن تحافظهم، يعني كلش بسيطات لنا أفهمهم. أجينا للضلع الأول، هنا دبل ميريديان ديستانس للضلع الأول اللي هو أي بي شو يساوي؟ يساوي الديبارشر مال نفس الضلع. أجينا هنا هذا ضلع أي بي، أجينا الحق للديبارشر قد يساوي 60، قيمته 60، إشارته ايش راح تكون؟ إيست، إشارته موجبة باقي نفسه. هسه سوينا؟ طلعنا دبل ميريديان ديستانس للضلع الاول، دبل ميريديان ديستانس للضلع الثاني اللي هو بي سي ايش راح يساوي؟ راح يساوي الديبارشر مالت الضلع السابق اللي هو الاي بي، اجينا الاي بي الديبارشر مالته 60 واشارته موجبه، هاي 60 واشارته موجبه، زائد
الدبل ميريديان ديستانس للضلع السابق اللي هو هذا الضلع السابق، هذا الدبل ميريديان ديستانس هنا هم 60 زائد هنا الديباتشر مال الضلع نفسه اللي هو البي سي، هذا البي سي الديباتشر مالته 70 وشات راح تكون موجبه هاي 70 جمع جذري طلعناها 190. مثل ما قلنا الكتاب جاي يختصر، انت لو تكتبهن هنا هم راح تحفظ القانون بسهوله، يعني تكتب القانون البي سي يساوي الديباتشر مالته الضلع اي بي زائد الدبل ميريديان ديستانس الضلع اي بي زائد الديباتشر مالته الضلع بي سي وتكتب الارقام هنها تكون اسهل. طبعا اذا كتبتها مره واحده أنا ما في داعي أنها تكتبهن أو تكتبهن إلك أنت يعني حتى ما يصير عندك خطأ. صار 190. هسه هنا الدبل ميريديان ديستانس للضلع سي دي هو شو يساوي؟ يساوي الديباتشر مال الضلع السابق اللي هو البي سي وهاي 70 هذه زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع السابق اللي هو 190 هاي 190 زائد الديباتشر مال الضلع نفسه هذا السي دي الديباتشر مالته قد راح يكون 20 وهنا بيلحق البلويس فهنا شو تكون إشارته؟ سالبة. هذه 20 خلينا اشاره سالبه، ليش؟ لان هنا ويست جمع هنا جبي طلعناهم صار 240. كمل الضلع اللي بعده، تكمل الضلع الاخير، هنا من طلعنا الضلع الاخير يساوي سالب 40، حتى اشيك قانون التشيك من المفترض يساوي سالب ديبارتشر، الاي اي الديبارتشر مالته 40 عكس الاشاره ويساوي سالب 40 وهو يساوي سالب الديبارتشر وهو صحيح. هسه هنا حليت الفقرات بشكل صحيح، طلعت نتائج بشكل صحيح، شيك عندي، وهاي الفقره بعد ما بها اي مشكله، هاي الفقره ما بها اي مشكله، طلعت الدبل ميريديان ديستانس، انا كاتب القانون دبل ميريديان ديستانس من اضربه في اللاتيتيود لكل ضلع راح اجمع المساحات، عباره عن تجميع هنا، اطبق القانون. 2 اي يساوي دبل ميريديان ديستانس للضلع اي بي ويساوي 60، هاي 60. في اللاتيتيود مال نفس الضلع اللي هو الاي بي هذا اللاتيتيود 40 اشارته شنو بالنور موجبه هاي صار 60 في 40 زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع الثاني اللي هو 190 في اللاتيتيود مال الضلع الثاني جينا في شيء اللاتيتيود مالته اللي هو 30 لكن بيحق بالساوت اذا اشارته ايش راح تكون سالبه هاي الاشاره السالبه صار 190 في سالب 30 زائد ال 240 في اللاتيتيود اللي بعده هذا الضلع اللي نفسيته اللي هو سي دي واشارته ايش راح تكون سالبه لان بحق الساق. تجمعهم هنا كل واحد باشارته فصار هنا سالب 24200. هنا ضعف المساحه قسمهم على 2 صار 12100، الاشاره سالبه من غير ممكن تكون المساحه سالبه، تهمه للاشاره السالبه فهنا تكون المساحه لهذه المضلع انه اي يساوي 12100 متر مربع. خلص الحل. هذا هو حل هذا السؤال، هاي التفاصيل اللي موجوده. او يفضل هنا اذكر انه يرتب الجدول يعني نتائج الجدول يعني هذا اللي معطيني اياه بالسؤال هنا. وتخلي لك حقل دبل ميريديان ديستانس طبعا ذول اللي حسبناهم. وتخلي هنا ضعف المساحه لكل ضلع هنا هاي الموجبه وهنا السالبه. بعدين تجمعهم يعني جمع جبري كل واحد بإشارته 3100 ناقص 27300 قسمهم على 2 تهم الإشارة مجرد ترتيب نتائجنا. الحل هي هاي خطوات الحل. منين جينا خطوات الحل؟ استندنا على شنو المطلوب بالسؤال؟ هذا هو المطلوب بالسؤال. أفتيهم شنو المطلوب بالسؤال؟ أخلي القانون مالت المطلوب، شنو المفقودات بالقانون؟ نوبة أبدي أحل. من أبدي أحل؟ انتبه المفقود اللي راح اطلعه وانتبه الى وحدات القياس، لان هو الشباب يصير عنده خطا في وحدات القياس، يعني ما يحول مثل مليمتر او العمليه عكسيه كيلوغرام او غيرها ونيوتن، فهنا ايش راح تطلع؟ تطلع عنده ارقام خياليه، اكيد هو يعني من يحل ارقام خياليه هنا راح يعوف السؤال ما راح يستفاد من عنده، فبالتالي هنا خطوات حل هذا السؤال او غيره مساحه او غيرها شنو المطلوب؟ اكتب هو شنو المطلوب؟ قانون المطلوب، تفاصيله اكتبها بشكل مفصل. بعدين ابدي احل على المعطيات اللي موجوده وشنو المفقود عندي والمطلوب من عندي. كسؤال هنا هذا حلينا هذا التمرين، اكو واحد عنده سؤال هنا استفسار؟ شباب دكتور بس عيد حساب ضعف الاحداث السيني. الياضه لا. يعني كلهن. كلهن. ضعف الاحداث السيني للضلع الاول شو يساوي؟ يساوي ديباتشر للضلع الاول، شو اسمك انت؟
رضا. رضا شلونك؟ زين. الديبارتر شنو نقصد به ديبارتر؟ المسافه المسقط الافقي خلينا نختصر. هسه ذني احنا نتمنى تشوفونه يعني دبل ميريديان ديستانس يعني ضعف الاحداثي السيني للضلع الاول يساوي الديبارتر للضلع الاول، هاي نحفظها. ضعف الاحداث السيني هسه للضلع الثاني الثالث الرابع الخامس الاخير يساوي الديبارتشر للضلع القبلة زائد دبل ميريديان ديستانس للضلع القبلة يعني نفسيته زائد الديبارتشر مع نفس الضلع. اوكي اذا القانونين نحفظهم. القانون الاخير هذا عندنا هنا في التشيك هو اوتوماتيكيا اذا حلك صحيح او تشيك وانت تشيك لازم نرجع نطبق القانون. هو من المفترض بس احنا كاتبينه يعني واتمنى بالحل تكتبونه. اذا تريد تطلع ضعف الاحداث السيني للخط المستقيم اي بي فهنا تكتب دبل ميريديان ديستانس للضلع اي بي يساوي الديبارتشر مال الضلع اي بي. اوكي اجينا الديبارتشر مال الضلع اي بي شو يساوي؟ 60. فهنا ايش قد راح تكون قيمته؟ 60. واشارته ايش راح تكون؟ في حقل الاس راح يكون اشارته موجب. ضعف الاحداث السيني للضلع بي سي ايش راح يساوي؟ راح يساوي الديبارتشر للضلع اي بي اللي هو ال 60 زائد الدبل ميريديان ديستانس للضلع اللي يعني قبل اي بي وراح يساوي هاي قيمته 60 زائد الديبارتشر مال نفس الضلع اللي اشتغل عليه وهو البي سي، هاي البي سي راح يكون 70 واشارته ايش راح تكون موجبه؟ هاي 70. رضا واضحه لهنا؟ اي نعم دكتور. يحتاج اكمل؟ لا لا هاي. فبالتالي هي عندنا هنا شباب هذه قانونين اتمنى انه تحفظونه والقانون الاخير هو للتشيك. وهاي الصيغه تحفظونها مثل ما هي اللي هي ضعف المساحه يساوي دبل ميريديان ديستانس باللاتيود هو هذا حل هذا السؤال. لكن مرات اكو عندنا اسئله يعني اكثر خلينا نقول تفصيلا مثل هنا ترجع تحسب انت يعني تحسب اللاتيود وانت تحسب الديبارتشر فمن المفترض تعرف انه قيمه اللاتيود شو تساوي شلون نحسبها قيمة الديبارتشر شلون نحسبها. اكو واحد سؤال بعد؟ احنا بالشغل طبعا هنا شفتوا انتم يعني من تشتغل بالموقع اكيد انت تشتغل بجهاز او اي اله كانت او اداه او شريط قياس هنا وبالموقع وكشخص عندنا راح تولد الاخطاء واخذنا الاخطاء الاليه والشخصيه وال والطبيعية فهنا راح تولد أخطاء فهنا راح تكون هالأخطاء راح تكون باتجاه هنا يعني راح تصير على الزاوية أو على الزوايا المظلة وراح تكون كذلك على المساقط جزء هو القياس مو كلش دقيق وما راح يتولد لأن هنا محكومين إحنا. هسه إذا أريد تعديل الزوايا من المفترض أنا عندي قانون للزاوية حتى أشيك به وهو عندي عدد الأضلاع اللي هو الآن أطرح من عدة اثنين أضربه في 180 درجة يجب ان يساوي لي مجموع زوايا المضلع اللي اشتغلته بالموقع. اشتغلت جزء مضلع بالموقع انا ما اتذكر او جروب من عندكم. فهنا أنا اذا شغل دقيق لازم يساوي لي هذه الصيغه النظريه. اوكي لكن مثل ما ذكرنا اكو ظروف خلينا انه يطلع اكو خطا وليس غلط. هذا الخطا اذا كان عندي مسموح ادي اوزع هذا الخطا على الزوايا. يعني هنا أنا اذا كان مجموع الزوايا يختلف عن الصيغه اللي هي 180 في الان ناقص 2 الان عدد الاضلاع فاوزع هذا الخطا طبعا على النقاط او على الزوايا المضلع والضلع الاقصر يمكن ماخذين هاي الفقره ياخذ الكسور او الجزء الاكبر من الخطا. هذا هو تعديل الزوايا. يجب ان يكون مجموع زوايا اي مضلع مغلق يساوي ال 180 مضروبه في الان مضروب منها 2 الان يساوي عدد الاضلاع. إذا وجد فرق يوزع على جميع الزوايا بالتساوي والكسور تعطى لي الزاوية ذات الأضلاع الأقصر. هاي تعديل الزوايا، تشيك الزوايا. مرات أكو أسئلة تجي تشيك الزاوية، أكو بها أخطاء تعدلها، ما بها أخطاء ماكو مشكلة تشيك عندك. تعديل المساقط، شلون أعدل المساقط؟ لازم عندي صيغة، عندي صيغة وهي مجموع المساقط الرأسية اللي يسموها اللاتيتود من المفترض يساوي صفر للمضلع المغلق. ومجموع المساقط الافقيه سميشن ديبارتشر من المفترض يساوي صفر
فهنا جاي نشوف يجب أن تكون مجموع المساقط الأفقية وكذلك مجموع المساقط الرأسية يساوي صفر، وإلا يجب تعديل المساقط باختيار إحدى الطريقتين راح نشوفها. فهنا عندي تشيك ثاني راح نشوفه، هنا عندنا أمثلة سمويشن ديبارتشر من المفترض يساوي صفر وسمويشن لاتيود من المفترض يساوي صفر. عندنا التعديل أما يكون بقانون البوصلة أو قانون الترانزيت، وصورتنا بالمثال هنا قانون البوصلة راح نشوف احتمال نركز فقط على قانون البوصلة بس أنا ناخذهم اثنيناتهم. قانون البوصلة هو يعني يتناسب أنه نسبة طول الضلع على مجموع الأضلاع في مقدار الخطأ في المسقط الرأسي المساقط الرأسية أو المساقط الأفقية. قانون الترانزيت لا يتناسب مع القيمة المطلقة، يعني يقسم المسقط على مجموع المساقط. جاي نشوف هنا قانون البوصلة ينص على أن الخطأ في المسقط الرأسي أو في المسقط الأفقي لأي ضلع يتناسب تناسبا طرديا مع طول الضلع، يعني قسم طول الضلع على مجموع الأضواء المضروب في الـ CS الـ يعني خلينا نسمي الخطأ في المساقط الأفقية، والفقرة الثانية طول الضلع عن مجموع الأضواء الأضلاع في الخطأ في المساقط الرأسية. قانون الترانزيت ينص على أن الترانزيت على أن الخطأ في المسقط الرأسي أو في المسقط الأفقي لأي ضلع يتناسب تناسبا طرديا مع القيمة المطلقة للمسقط الرأسي أو المسقط الأفقي، هنا راح وياما يتعامل مع المساقط. بينما قانون البوصلة لا يتعامل مع أنه أطوال الأضلاع، طول الضلع على مجموع أطوال الأضلاع في مقدار الخطأ في المسقط الأفقي. هذا شنو طلعنا؟ الخطأ يعني في المسقط الأفقي، الخطأ في أو التعديل في المسقط الرأسي شو راح يكون؟ طول الضلع على مجموع أطوال الأضلاع في الخطأ في المسقط المساقط الرأسي. راح ناخذهم عندنا هنا هذا المثال اللي موجود هنا، مطين البيرنج ومطين الأطوال وبعدين هنا حاسبينها بشكل مفصل. احنا وقفنا ما راح ناخذ خلي حتى نفس الشعبة السابقة، الشعبة اللي قبلكم كما نتقدم. هنا وصلنا لموضوع انه التعديلات الواجبة قبل حسابات المساحة المضلع، وهي تعديل الزوايا وتعديل المساقط. تعديل الزوايا لها قانون، تعديل المساقط اللي هي تشيك سمويشن لاتيود وسمويشن ديبارتشر، وعندنا قانونين، قانون البوصلة وقانون الترانزيت، واحد يتعامل مع طول الضلع على مجموع أطوال الأضلاع، الثاني يتعامل مع المساقط، وراح نشوفهم بالحلول إن شاء الله. أتمنى يعني المحاضرة الجاية من هذا المثال وتقرون يعني محاضرة كاملة يعني 20 سلايد أو 20 صفحة حتى تصير عندكم معلومة وتستفادون منها. لهنا أكو واحد سؤال استفسار شيء؟ ماكو؟ ماكو شباب؟ أوكي ناخذ حضوركم؟ خلاص قيس ما موجودة، خلاص إيمان طاهر نعم تكرار، أحمد حسن، أحمد حسن راح نعم دكتور، أحمد حميد نعم دكتور، أماني أسعد نعم دكتور، أماني نعم نعم، آيات مهدي نعم دكتور،